السلام عليكم الخوت. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على كيفاش تفرق بين الذكر والانثى ديال الفاس بلون او البيرلي. انتما كما طلعتوا الاخوان هنا كاين الذكور وكاين التاول، غنوريكم الطريقه كيفاش تعرفوها. طريقه سهله وبسيطه. فبالنسبه للاتينو الايزابيل والبيرلي كلهم كتطابق عليهم هذه الطريقه كيفاش غنوريكم اللي غادي تفرق ما بيناتهم. كيبقى غير الالبينو اللي صعيب، وزيادة على هادشي الخوت كتفرق ما بين الذكر والانثى بالهياجة والحركات ديال الطائر وهذا، وكتعرف كيفاش ومن الصوت ديالو على حسب التغريد ديال الذكر كيبان لك بانه الذكر انه انثى. وبالنسبة لهاد الطريقة الخوت هي دي الطريقة السهلة والبسيطة، غنوريكم كيفاش. عندو بكرة الخوت هو هذا اللي على اليسار فاس بلون، الطريقة باش تشدو الإخوان شد لي الراس ديالو مزيان وبشوية الخوت، تحكم لي الراس ديالو بشوية وخلي الفرخ يرتاح. هانتوما كيما كتلاحظو الخوت هاد الطريقة ديال الديل ديالو كيفاش كيكون. غنوريكم الجلاح ديالو كيفاش كيكون. هما كيما كتلاحظوا الخوت هذا ذكر، الجناح ديالو كيكون صافي، ما فيه لا طراس بيض لا والو. كيما كتلاحظوا الاخوان ها السيوفه ديالو ناصحين هكا، هاد الشكل كيكون ذكر. بقاو معايا نوريكم الانثى كيفاش الشكل ديال الجناح ديالو. هادي أنثى الخوت. بالنسبة للمبتدئين هادي هي الطريقة السهلة، أما الواحد اللي مولف وهذا راه الوقفة ديالو والشكل راه كيعرف أكثر من أنثى. هادي دابا كيما كتلاحظو هادي أنثى، غنوريكم الجناح ديالها كيفاش كيكون. هانتوما لاحظتو الخوت الفرق كبير بينه وبين الذكر، شو الجناح ديالها كيفاش دوك الشراطي البيضين ودوك النقاطي بحال هاكا. الذكر العكس كيكون الجناح ديالو صافي. أما الطريقة الخوت كيما كتلاحظ، نوريكم الأنثى الأخرى تاهي باش تشوفوا الطريقة. أنثى واحدة أخرى، هاهو الشكل ديال الجناح ديالها. شتو هدا، هدا واضح، هانتوما الجناح ديالها كيفاش داير، نقط مزيان، هانتوما كيما كتلاحظو الفرق، الفرق واضح وبسيط. هذا بالنسبة لهاد الطريقة كتنطبق على اللاتينو وعلى الكيرلي وعلى الإيزابيل وعلى الفاس بلون. هاد الطفرات كتطابق على هاد الطريقة كيف تفرق ما بين الذكر والأنثى كما تلاحظو الخوت. هاد هو الفيديو ديال اليوم، كيفاش تفرق ما بين الذكر والأنثى الطائر كالوبسيت. هاد الذكر هو اللي طلع على اليمن، وهادو جوج أنثى وجوج هما اللي لتحت.